ربنا بيقول لي حط رجلك وابتدي وانا هبعت ناس يشيلوا معاك الشيله. ده كان وعد ربنا ليا في اول يوم بدات قناه الكارما. قلت له يا رب ابقى انا لما خلصت دراسه قعدت من 2001 لغايه 2004 بدرس وبجهز وبشوف بعمل دراسه جدوى واكلم ناس. جيت في الاخر في 2004 قلت له يا رب ابعت حد معاه الفلوس. ربنا قال لي ابدا بنفسك، ابدا باللي انا اديته لك. عشان كده رحت رهنت البيت، بعت كل اللي عندي وبدات بالايمان بكل اللي عندي بمئات الالاف الدولارات اللي كانت عندي ساعتها، حطيتها في عمل الرب في الكارما. ربنا قال لي كده ابدا وانا هجيب ناس يشيلوا معاك الشيله. دلوقتي نفس الكلام، احنا مكملين وربنا بيقول انا هجيب ناس يشيلوا معاك الشيله. الناس دول هو حضرتك وحضرتك. تعال شيل معانا الشيله، تعال شيل معايا الشيله، تعال شيل معانا لمجد اسم يسوع. نفوس محتاجه، نفوس بتهلك، نفوس بتهلك وانا بجدد بيت، نفوس بتهلك وانا بروح اعمل اصرف الفلوس انا ما بقولش ما تصرفش، اصرف، بس ربنا مديلك اكرم الرب مش اخيرا، مش في الاخر، مش تشوف حساباتك اللي باقيه كام اخر الشهر وتديله. اولا اكرم الرب، اولا قبل ما تصرف على اي مصاريف. لما انا عن نفسي انا عامل اشتراكي بتاع قناه الكارما بيتسحب من حسابي يوم واحد في الشهر الساعة 12 بالليل قبل ما يبدأ اليوم أولا. فأنا أحبك تعمل كده، أحبك تعملي كده. اكرم الرب أولا وشوف ربنا هيعمل معك إيه، وشوف ربنا هيعمل معك إيه. مش ممكن لأن مش أنا اللي بوعدك، مش بيتر ولا القسيس ولا حد مننا اللي بيوعدك، ده رب المجد اللي خلقنا اللي ادانا الحياة أبدية هو اللي بيوعدك إنه يكرمك ويخلي باله منك